السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان على قناة شباب، أطول الله مساءكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم إلى استوديو المنتصف لنرصد من خلاله أهم المستجدات في الميدان، وسأبدأها من البقع الذي يحرز فيه الجيش الوطني تقدما جديدا في كثير من الجبهات، وأيضا استعادة لأسلحة نوعية ثقيلة من ميليشيا الحوثي وصالح. قال قائد المحور في البقع أن وحدات الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء. سأفصل في هذا الموضوع أكثر مع حفظ الله العديني القيادي في مقاومة صعدة والمتحدث باسم جبهة علب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي الكريم على قناة يمن شباب. يبدو أن هناك تقدما كبيرا في محور البقع كما أفادت بعض التقارير والأخبار، ضعنا في صورة هذا التقدم. أنا لكن بالنسبة لي أنا ناطق باسم محور علب، أما محور البقع فلهم ناطق خاص بهم. هل هناك أخبار لديك طيب حول البقع؟ أنا في محور علب. لكن هل لديك أخبار حول ما يتعلق بالبقع؟ عندنا أخبار كما ذكرت أن الإخوة تقدموا وأنهم استولوا على أسلحة وأنهم كبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأنهم غنموا كما هائلا من الأسلحة والذخائر. هذا الذي بلغنا. إذا ماذا عن علب طيب؟ أما بالنسبة عن علب فأريد أن أنوه وأنبه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الميليشيات يعني استمرأت الكذب وصارت تكذب كذبا مفضوحا مكشوفا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إن مما أدرك الناس بالكلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وجزى الله خيرا الدكتور محمد الجمعي حيث قال أن هذه الميليشيات تكذب كما تتنفس، يكذبون كما يتنفسون. فهم يقولون أنهم ما زالوا في مندبة وأن مندبة تحت سيطرتهم وأنهم فعلوا وفعلوا، كل هذا كذب لا أساس له من الصحة وهو علامة الفجور، إذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم. والحقيقة في الميدان، الحقيقة في الميدان ما هي؟ في انتصارات مستمرة وفي تقدم مستمر وعلى ثبات وثقة مما نقول، ومواقعنا التي أخذناها من الحوثيين ما زالت تحت سيطرتنا، ونقول هذا بكل ثقة وطمأنينة وراحة. ومن كان يريد أن يطلع على الحقيقة فهذا الفرس وهذا الميدان يأتي لينقل الحقيقة من الميدان. نعم، إذا ما هي الحقيقة الموجودة في الميدان؟ اطلعنا على التفاصيل. الحقيقة الموجودة في الميدان أن اشتباكات يومية تدور بين رجال وأفراد اللواء الخامس حرس حدود بقيادة العميد المحنك يوسف أحمد إباس، ويتقدمون ويكبدون الميليشيات. إلى أين يتقدمون الآن؟ الآن هم أين بالضبط يعني؟ الغنائم لا نكاد أن نحصيها من الأسلحة والذخائر والأجهزة، الأسرى موجودون وباستطاعتنا أن نظهرهم على الشاشات وعلى القنوات، لكننا نراعي جوانب إنسانية وجوانب نفسية وجوانب أخرى، وكذلك المواقع التي يدعون أنهم عادوا إليها واستردوها. هذا كذب وحظ، وقد جاء بعض الناس اليوم وذهبت بهم بنفسي وتنقلت معهم في مواقعنا في مندبة موقعا موقعا وسلم سلم، ومن كذب فليأتي ليرى الحقيقة على هواء مباشرة. نعم جميل. طالما أن المواجهات يومية وهناك تقدم واضح جدا لقوات الجيش، الأحداث متسارعة ساعة بعد ساعة كما ذكرت، يعني إذا استمرت بهذه الوتيرة وعلى هذا النحو أين سيتوقف الجيش؟ ما هي خطوة القادمة؟ خطوة يا أخي، نحن بعد مندبة سنأتي إلى المناطق التي بعد مندبة التي تسمى يعني سبحان الشريان المجدع ما بعدها يعني أبواب الحديد محديدة باقي حتى نصل إلى صعد بإذن الله عز وجل. نعم، ما هي أهميتها هذه المناطق التي يفترض أن تصلوا إليها قريبا من الناحية العسكرية، وكم تبقى لكم يعني لأن تصلوا إليها؟ والله المسافة قريبة لكنها وعرة. نعم، وعرة وجبلية يعني صعبة، والمعارك فيها تحتاج إلى تخطيط وإلى تأنن، لأننا بحمد الله عز وجل نحقق هذه المكاسب العظيمة الضخمة بأقل الخسائر. وأنا أقول لك يا أخي الكريم، لو أتيت أنت ورأيت المواقع التي كان يحتلها الحوثي ثم حررت في المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية تم تحرير المنفذ مع محيطه، ثم المرحلة الثالثة حررت مندبة بمحيطها، سترى أهمية هذا الإنجاز في هذه الفترة القصيرة الصغيرة.
ومع أن الأعداد الحمد لله رب العالمين هي أعداد كافية، لكن إذا رأيت ستقول سبحان الله كيف استطاع هؤلاء إنجاز هذه المنجزات الضخمة في هذه الفترة القصيرة. أنا قد قلت بالأمس للإخوة أن هذا أولا بفضل الله عز وجل، ثم ببسالة وشراسة المقاتلين في هذا اللواء لإيمانهم بعدالة قضيتهم ولقناعتهم أنهم يقاتلون على أمر الحق وأنهم يريدون استعداد الدولة المختطفة وإخضاع هذه الميليشيات للمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا. صحيح. إذا أشكرك شكرا جزيلا السيد حفظ الله العديني القيادي في مقاومة صعدة والمتحدث باسم جبهة علب، أطلعتني على آخر التفاصيل في هذه المنطقة وفي جبهة علب أو في صعدة، يبدو هناك تطورات كثيرة كما قال حفظ الله العديني، أهمها أن هنالك استعادة لعدد كبير من الأسلحة التي كانت تحت سيطرة الميليشيا.